المرأة اللبنانية هي طبعا بتواجه تحديات مثل أي امرأة، ولكن بشكل مضاعف لأنه عنا تحديات أكبر وعنا ظروف اقتصادية أصعب وعنا ظروف سياسية وأمنية. فبالتالي كل التحديات اللي بتواجه المرأة العربية عندها المرأة اللبنانية تحديات أكبر. إحنا ناقصنا فرصة، وإذا كانت الفرصة موجودة يكون في مردود كافي، لأنه نحن اليوم بوضع انهيار اقتصادي. يعني يمكن تلاقي الفرصة، يمكن تقدر تعلم، بس معاشها ما يكفيها ولا يكفي عائلتها ولا خليها تعيش بكرامة. فنحن الدعم بدنا إياه هو لإيجاد الفرص، مش لتأهيل السيدات اللبنانيات. المرأة اللبنانية عاشت ظروف الحرب بأسوأها، عاشت ظروف القهر والدمار والانفجارات، والرغم من كل هالشي قدرت تضل محافظة على عائلتها وبقيت انتربرنور. كل مرأة قادرة بإرادتها، بمثابرتها، بحسب موقعها تترك بصمة. ووضع المرأة للبنان على أصعدة معينة متقدم جدا. اليوم الملتقى السنوي الاول لتمكين المراه اللبنانيه ومز نافيجيتور 24. هيدي الانيشيتيف بلشت لانه نحن لقينا في حاجه ماسه عند المراه اللبنانيه اللي عم بيكون عمرها بين 17 لـ 35، انه هي فعليا تقدر تتمكن وتقدر توصل لاهدافها العمليه بلبنان. نحن دورنا بهيدا الملتقى انه نمكن المراه اللبنانيه وخاصه الشابات بعمر صغير بين 17 و35 سنه انه يتمسكوا بوطنهم بارضهم ويبقوا، ومش بس نساعدهم ليوصلوا لنجاح احلامهم، بل ليتفوقوا ويصيروا نساء فاعلات بالمجتمع. نحن هون لنقول شغلة انه المرأة مش ضعيفة، مرأة قوية عندها كل الكاباسيتي والكيبابيليتيز لتوصل، ونحن هون لحتى نأكد هذا الموضوع. بس نحن بدنا نساعدها يكون عندها كل شيء هي بحاجة له ليوصلها للنجاح. المرأة منا بحاجة لتمكين، لأنه أثبتت كل التجارب أنه هي رائدة بكل مجال اشتغلت فيه، ولكن ربما هي بحاجة بلبنان لخلق بيئة تدعم هيدا التميز يلي هي دايماً متميزة فيه. وهيدا الملتقى يلي رح يصير سنوي منه إلا بداية وانطلاقة لعمل رح يجمع كل الجهات الفاعلة بهيدا المجال.